مشاهدينا، زي ما احنا متعودين كل يوم حد بيكون معانا فقرة اقتصادية أسبوعية. طبعا كلنا بنهتم بأخبار الاقتصاد وبأخبار البورصة. النهاردة هيكون معانا أستاذ محمد سعيد محلل أسواق المال، وهنعرف إيه هي آخر أخبار الاقتصاد. صباح الخير أستاذ محمد، صباح منورنا الخير. النهاردة، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في البداية زي كل مرة لازم نبدأ بسؤالنا عن البورصة، وإيه آخر أخبار البورصة الأسبوع الماضي؟ بالنسبة للبورصة الأسبوع الماضي، فهي في الحقيقة البورصة لازم نربط أخبار الأسبوع الماضي بأخبارها من وقت المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ. تمام. البورصة من بعد المؤتمر مباشرة وحتى منتصف الأسبوع الماضي كانت بتنزل نزول عنيف جدا، مع إن البورصة كان فيها العديد من المحفزات الإيجابية. استمر النزول ده بشكل حاد من مستويات تقريبا 10,000 نقطة لغاية ما المؤشر انخفض لمستويات 8,300 على مدار 5 أسابيع تقريبا. طب ودلوقتي الأخبار؟ نيجي بقى للأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كان في الحقيقة في بداية الأسبوع ظهور للسيد وزير المالية على أحد القنوات الفضائية، ظهور ما كانش مرضي نهائي للمستثمرين في سوق المال. واضح من لقائه على الفضائيات ده إن هو ان في الحكومه مش مدركه تماما لاهميه سوق المال وما هواش من اولوياتها، وموضوع الضريبه اللي تم فرضها على الارباح الراسماليه في البورصه او ضريبه التوزيعات. هم فرضوا ضريبتين الحقيقه، عشان بس الاخبار دايما بتتكلم عن ضريبه، هم فرضوا ضريبتين، ضريبه الارباح الراسماليه وضريبه على التوزيعات. واضح جدا ان بالرغم من الاعتراضات من جانب المستثمرين، الاعتراضات من جانب رئيس البورصة نفسه، ما كانش ليها أي صدى لدى الحكومة. واضح إن ما فيش تنسيق يعني ما بين القائمين على السياسة المالية وما بين منظومة سوق المال، فبالتالي البورصة انخفضت انخفاضات حادة جدا أكتر من اللي فات كمان؟ ده بس ده في النص الأولاني. الأسبوع بدأ بالطريقة ديت. طيب يوم الأربعاء حصل تحول دراماتيكي في البورصة. ليه بقى؟ إيه سبب التحول؟ تحول والبورصة بدأت تصعد بقوة. يعني ليه بقى؟ ليه ايه بقى اللي سبب خلاها تبتدي؟ التحول؟ ايوه زي ما بقول لحضرتك، احنا كنا بادئين الأسبوع واحنا خلاص مدركين إن الحكومة مش مدركة بأهمية سوق المال، كمان ما هياش من أولوياتهم. لا، احنا لقينا رئيس الوزراء ما شاء الله، يعني لأول مرة على مدار حكومات متعاقبة كتيرة يهتم بسوق المال ويقول إنه هيقعد مع الناس من أطراف المنظومة. يعني لقينا رئيس مصلحة الضرائب بيقول ان هيكون فيه اعادة نظر في موضوع الضريبة، وموضوع الضريبة ده الحقيقة كان هو الشغل الشاغل لكل المستثمرين. فبناء عليه بقى المشاعر السلبية جدا اللي بدأنا بيها الاسبوع تحولت لمشاعر ايجابية جدا في وبدأت البورصة تطلع مرة ثانية، صعدت بقوة جدا الاربع وقوة اكبر منها يوم الخميس، وانهت التداولات على أغلقت على ارتفاعات كام؟ جماعية. لكن يعني برضو يعني وزير الماليه هو علاقته بالمستثمرين في البورصه مش لسه كويسه قوي، فهو لازم تتحسن طبعا. نتمنى طبعا ان العلاقه اصلا يكون في تنسيق مع الاداريين والقائمين على الجهه الاداريه، وبعدين بعد كده المستثمرين بالتالي. فهو صرح ان التعديل في الضريبه، اعاده النظر هتكون في طريقه تحصيل الضريبه لكن مش في الضريبه نفسها. ده انتهت بيه الاسبوع كده يعني. طيب طبعا تمام، يعني حاجة طبعا مبشرة بالخير، برضو صعود البورصة مرة أخرى، صوت قوي ونتمنى الحقيقة. طبعا الأسبوع ده تصعد لرقم أكبر كمان. في الحقيقة في إن توقعات؟ البورصة يعني توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل، مش في المدى القصير. المدى القصير بيخضع أكتر للمضاربات والأخبار اللحظية، لكن توقعاتنا للمدى المتوسط والطويل توقعات إيجابية جدا. ويعني إحنا بننصح المستثمرين إنه لا يلتفت كثيرا، خاصة إذا كان مختار أسهم بعناية، يعني لا يلتفت كثيرا للتحركات القصيرة الأجل. ليه؟ لأن البورصة أولا فيه مؤتمر شرم الشيخ بكل إيجابياته ما أثرش في البورصة لسه، والبورصة صحيح بيبقى فيه تحركات معبرة عن الاقتصاد لكن بيبقى فيه شيفت زمني. مؤتمر الاقتصاد لسه ما أثرش في البورصة إيجابيا. التصنيف الائتماني لمصر ارتفع مرتين في الفترة الأخيرة، آخرهم من حوالي 3 أسابيع، وده ما أثرش برضو لسه إيجابيا. الوضع السياسي لمصر اتحسن كثيرا، خاصة علاقات مصر الخارجية
سواء سياسيا او اقتصاديا، كل ده لسه ما اثرش في البورصه، والبورصه هيجي لها وقت ان هي تستوعب كل هذه الاخبار وتطلع تاني. أكيد. طيب عايزين دلوقتي نتكلم عن الخطوات الفعلية اللي تمت فعلا بشكل إيجابي بعد المؤتمر الاقتصادي. طيب لما نيجي نتكلم عن مؤتمر شرم الشيخ لازم نقيم إيه هي المشروعات اللي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ. جميع المشروعات اللي تم الإعلان عنها في شرم الشيخ كلها في قطاعات مهمة وكلها قطاعات رابحة جدا. يعني حضرتك كلنا عانينا في الكام سنة اللي فاتوا من موضوع الكهرباء، فبالتالي اي مشروعات في قطاع الطاقه، وده واحد من القطاعات اللي استحوذت على عدد كبير من المشروعات في المؤتمر، هيكون رابح. الفيصل في اي مشروع حضرتك تفكري تفتحيه ان عليه المنتج بتاعه عليه طلب ولا لا. فاعتقد ان الطلب على الطاقه مش محتاج ان احنا نتناقش كتير في انتاج الطاقه، هيكون عليه طلب ولا لا وهيكون مشروع رابح ولا لا. فمشروعات الطاقه بادئ زي بدء كده دي مشروعات رابحه. مشروعات العقارات على مدار يعني من سنة 2005، كان في قبل 2005 كان في ركود كبير في قطاع العقارات، من بعدها ومن بعد ظهور تجمعات عمرانية كتير زي القاهرة الجديدة وزي 6 أكتوبر وزايد والعديد من التجمعات العمرانية، كل مشاريع العقارات كلها كانت رابحة، فيما عدا الفترة اللي هي كانت وقت الأزمة المالية العالمية عدة شهور فقط، لكن بعد كده القطاع العمراني كله ناجح. لما نيجي نتكلم المشروعات كلها في قطاعات ناجحة ينقصها التنفيذ. من اللغط اللي بيتقال أحيانا هو إن احنا إزاي هنلاقي التمويل لكل المشروعات ديت. احنا ممكن يبقى فيه مشكلة لو احنا محتاجين التمويل ده على سبيل الدعم أو على سبيل المنح أو على سبيل القروض، لكن ده لا، دي مشروعات يعني التمويل اللي بيضخ فيها بيضخ بهدف تحقيق ربحية. ربح هيبقى ربح أكبر كمان بكتير. بالظبط كده، وخاصة إن هو في قطاعات منتقاة. فبالتالي التمويل موجود، ومؤخرا يعني خلال أيام قليلة تم تخصيص أراضي لمشروعات، مشروع القاهرة العاصمة الجديدة، تم الإعلان عن اتفاق ما بين شركة أرابتك الإماراتية القائمة على مشروع 1,000,000 وحدة سكنية والبنوك الممولة للمشروع. مشروعات كبيرة وطبيعي إن هي تاخد وقت كبير شوية. مشروع استصلاح 1,000,000 فدان أعتقد تم الحديث مؤخرا عن مواصفات الآبار اللي المطلوب حفرها، يعني كلها مشروعات جيدة جدا. امبارح تم الإعلان من الفريق مهاب مميش عن ميعاد افتتاح قناة السويس وهو يوم 6/8، فده معناه إن جميع المشروعات اللي في محور تنمية محور قناة السويس كلها بقت خلاص هوت بروجكتس ويعني جاهزة للتنفيذ. يعني في خطوات، لكن الحقيقة الخطوات ببطء يتناسب مع حجم المشروعات دي، كلها مشروعات قومية، مشروعات بس محتاجة وقت للتنفيذ. محتاجة وقت طبعا. أكيد. طيب احنا معانا بعض الأخبار دلوقتي عايزين تعليق حضرتك عليها. في خبر من رئيس الضرائب لا تعديلات على ضريبة البورصة، وحضرتك يعني اشرح لنا يعني ايه لا تعديلات على ضريبة البورصة وايه هيكون تأثير الخبر ده على البورصة. طيب هو ضريبة البورصة انا عايز اقول لحضرتك يعني وجهة نظري فيها، ومش عايز ابقى متحيز لينا كناشطين في سوق المال، لكن عايز اقول لحضرتك احنا بورصة في وسط مجموعة دول، كل دولة حوالينا فيها بورصة تانية. اي مستثمر اجنبي جاي عايز يضخ فلوسه بيحاول يدور على البورصه الاكثر جذبا والاكثر اغراء ليه. لما تكون الكويت لسه من اسابيع قليله بتدي اعفاءات للمستثمر الاجنبي من الضرائب، لما تكون السعوديه لاول مره في تاريخها بتفتح الباب للمستثمر الاجنبي انه يشتري اسهم في البورصه السعوديه، نيجي احنا في الوقت ده بنضيف ضريبه على الارباح الراسماليه، ضريبه فيها يعني غموض في طريقه التحصيل، ويعني يعني اعتقد ان ده مش وقته خالص في ظل مصر. هنقوم نبعد المستثمر طبعا. بالظبط كده، ده بينفر المستثمر وبيخليه يدور على بورصات تانية ما فيهاش العوائق دي. بالظبط كده، بورصات تانية كلها بتحفز. يعني احنا لسه في مصر اصدرنا من حوالي 6 اسابيع قانون الاستثمار بهدف جذب المستثمرين
فالضرايب من الحاجات اللي هي يعني بتنفر المستثمر، اعتقد حتى لو كان فيه نيه لفرض الضرايب مش ده الوقت بتاعها. طب احنا بنعمل كده ليه طيب دلوقتي؟ يعني طبعا مصر عندها مشكله مزمنه قويه جدا، وهي مشكله عجز الموازنه. ايرادات الدوله لا تتناسب مع مصروفات الدوله كل سنه. السنه اللي فاتت بنتكلم عن عجز حوالي 250 مليار. فالدوله بتحاول تلاقي ايرادات. فيعني موضوع الضرايب ده واحد من اهم الايرادات اللي بتدخل ايراد للدوله. طبعا الدوله بيبقى مطلوب منها تصرف على مرتبات الجهاز الاداري للدوله، بتصرف على المشروعات القوميه، الخدمات، الطرق والمستشفيات والتعليم، كل ده بيجي من ايرادات الدوله. الضرايب اكتر ممول لهذه الايرادات. لكن انا اعتقد يعني الضرايب اللي جايه من البورصه يعني لا شيء تقريبا، خاصة وان البورصة بتعاني اصلا من نقص في السيولة الفترة الماضية. احنا كنا نتمنى ان يعني يكون في اتجاه من مصلحة الضرائب لإعادة النظر في موضوع الضريبة ديت. التصريحات بتاعت رئيس مصلحة الضرائب ديت الحقيقة مش في صالح السوق، يعني هتضيف ضغوط على السوق مرة تانية. احنا مصدقنا ان هو الاربع والخميس اللي فات وبدأ يشم نفسه ويستعيد جزء صغير من خسائره. يعني ممكن الخبر ده يخلي البورصة تنزل تاني الاسبوع اللي جاي؟ هيخليها يعني هيأثر عليها سلبا، لكن البورصة لما بتقرر ان هي تطلع بتاخد في سكتها وما بتتأثرش بقى بالأخبار السلبية. طيب ده المهم يعني. شاء الله. طيب معنا خبر تاني من الرقابة المالية بيقول نشاط التأجير التمويلي يقفز إلى 7.1 مليار جنيه في الربع الأول. يعني إيه أصلا نشاط التأجير التمويلي؟ حضرتك اشرح لنا وبعدين نتكلم عن الخبر. هو نشاط التأجير التمويلي ان حضرتك بتاخدي الحاجة زي ما تكون شقة مثلا، بتدفعي الإيجار بتاعها بهدف تملكها بعد سداد الإيجار ده لفترة معينة. فحضرتك يعني بتدفعي ثمنها من خلال التأجير ده. طبعا يعني اي نشاط اقتصادي بيؤدي لرواج، واي زياده على الطلب وتاجير التمويلي من الطرق التملك اللي بتخلي المواطن ما بيحملش عبء انه عايز يدفع مبلغ كبير كله مره واحده. فده من الحاجات اللي بتنشط يعني كانها قسط بالظبط كده. بالظبط، بس حتى القسط بيبقى فيه مقدم كبير يعني. ده ما فيش مقدم بقى، ده بيبقى ايجار بس، وبعدين لما تخلص ثمن الشقه بتبقى بتاعتك. تبقى بالظبط كده. فده يعني واحد من الانشطه المهمه اللي بتنشط الاقتصاد. يعني مثلا في دول زي الولايات المتحده الامريكيه لما عانت من الازمه الماليه العالميه في 2008 كانت طريقتها في ان هي تعالج هذه الازمه انها تنزل الفايده جدا، بحيث ان هي تخلي تكلفه الاموال رخيصه، فبالتالي تعمل رواج في الحركه الاقتصاديه في الدوله. طبعا التاجير التمويلي واحد من الانشطه المهمه، صحيح هو مش كبير في مصر زي دول تانية سبقتنا ليه، لكن يعني الارقام ديت بس كويس. يعني 7.1 مليار جنيه ده قليل جدا بالنسبه لدوله بيعيش فيها 90 مليون، لكن هو يعني ممكن حاجه جيده، خاصه ان يزيد هو نشاط حديث في مصر يعني. اكيد. طيب عندنا خبر كمان من المركزي بيقول يبيع 38.5 مليون دولار للبنوك، هل ده هيعود بقى بالمكسب ولا بالخساره؟ احنا عندنا مشكله في موضوع الدولار، عندنا مشكله عموما في ايرادات الدوله من النقد الاجنبي، عندنا عجز في ميزان المدفوعات واضح. الظاهره اللي احنا شفناها هو ان احتياطي الدوله من النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار قبل 25 يناير 2011 وبقينا بنتكلم في 15 مليار دلوقتي. ومصر اصلا كمان عندها ودايع كتير لدول عربيه شقيقه ضختها بعد 30 يونيو، فاحنا اصلا عندنا ازمه كبيره في موضوع النقد الاجنبي. طبعا 38.5 مليون دولار ده رقم صغير، لكنه يتناسب مع القيود الضخمه اللي حطها البنك المركزي في الفتره الاخيره. وطبعا يعني على الرغم من ان في ناس كتير مش مؤيده لهذه القيود اللي هو 10,000 دولار حتى في الايداع، مش بس القيود على السحب لا كمان في الايداع، و 50,000 دولار حد اقصى خلال الشهر، لكن ده عمل كتف حركة الاستيراد والتصدير بدرجة كبيرة. البنوك بقت بترفض ان هي تفتح اعتمادات. 38.5 مليون دولار رقم قليل، لكنه يتناسب مع الحركة المقيدة للنقد الاجنبي في البنوك في الوقت الحالي.
طيب كمان خبر من وزير الصناعة بيقول إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام. إيه بقى المشاكل اللي موجودة يعني حوالين القانون ده؟ لا، قانون الاستثمار حقيقة قانون جيد جدا ومحفز جدا للمستثمرين والاستثمار الأجنبي، لكن دايما حضرتك عارفة ان اي قانون بيصدر محتاج اللائحة التنفيذية بتاعته عشان يوضع موضع التنفيذ يعني. فطبعا اللائحة التنفيذية يعني انا من وجهة نظري ان هي كانت المفروض تبقى جاهزة قبل كده بكتير. قانون الاستثمار ظهر يعني صدر في اول مارس، فكانت اللائحة كانت المفروض تصدر بعدها بأيام قليلة عشان كمان تخدم القانون في مؤتمر شرم الشيخ. قانون الاستثمار قانون جيد جدا، واحنا كمان كنا نتمنى ان سوق المال يبقى القانون بتاعها على نفس الدرجة من التحفيز. محتاجين دراسات جدوى تطلع لمشروعات عشان نستغل بقى قانون الاستثمار ده اكتر من كده بكتير، خاصة ان القانون كان نازل مباشرة قبل مؤتمر شرم الشيخ. المشروعات اللي مطروحة في محور قناة السويس مش تفصيلية لسه، فبمجرد صدور اللائحة التنفيذية لابد من وجود مشروعات في القطاعات الدولة محتاجاها زي قطاعات الزراعة والحاجات اللي بتستهدف تشغيل أيدي عاملة كبيرة، عشان تستوعب طبعا نسبة البطالة اللي ارتفعت جدا بعد 25 يناير 2011. تمام. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده وعلى كل المعلومات اللي حضرتك ادتها لنا عن الاقتصاد والبورصه، ونتمنى ان احنا نلتقي مع حضرتك مره اخرى باذن الله. شكرا جزيلا استاذ محمد سعيد محلل اسواق المال. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا وكانت كمان يومنا كله، بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد، نهاركم دايما سعيد.